لمساءلة مجرمي الحرب، كما اتحاد الصحفيين الدولي وكل الاتحادات الصحفية والمنظمات الدولية الحقوقية مدعوة إلى شيرين أبو عاقله. وشكرا لكم. والآن مع كلمة الزميل الصحفي بأدواتنا بحجارة مكاتبنا التي دمرها هذا الاحتلال. تشاركون معنا في هذه الوقفة للتضامن مع الإعلامية، ولكننا نؤكد أن كل هذه الجرائم وما سبقها لم ولن تثني نيل الحقوق وحتى إجبار هذا الاحتلال على التراجع عن غيه وعدوانه وصرفه بحقه مركبة ومؤكدة ومشهود عليها. لذلك لا يمكن أن تفلت، لا يجب أن لا يفلت الاحتلال الإسرائيلي من العقاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. وسيبقى الصوت الفلسطيني عاليا. الآن مع كلمة مكتب لمخيم جنين بالضفة الغربية. اليوم تضاف هذه الجريمة إلى سجل الجرائم الحافل للاحتلال من العقاب، وسنلاحق الاحتلال في كافة المحافل الدولية. ستبقى وتغطيتنا ستبقى مستمرة. شكرا لك. يوم حزين لكل أحرار العالم، يوم حزين لفلسطين. قناة الجزيرة الفضائية استطاعت شيرين أن تحتل قلوب. اليوم نفتقد قامة وطنية في العمل الصحفي. حتى الآن ارتقوا بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومنع وحجب الصورة ومنع الصحفيين الفلسطينيين وإلى جوار عملية قتل خارج إطار القانون وعملية اغتيال منظم يهدف إلى تعمد اغتيال شيرين أبو عاقله بهدف إسكات صوتها الذين يبعدون أمطارا قليلة. هدفا حقيقيا في التحول باتجاه مساءلة دولة الاحتلال.